اتفضلي 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 يا عمتي. لا تدخلي بس مش بره. اتفضلي اتفضلي. هو مين؟ هو اللي انا مش انا. ايه ده كريم؟ مش انت كريم؟ تعالى. اهلا اهلا. هاي ازيك؟ ايه الاخبار؟ ليلي انت عارفين انا. انت عندك انستجرام؟ لا اتفضلي اتفضلي. انك عايزه تلونج حضرتك تكشفي ولا هو؟ لا طب اتفضلي. انا دخلت له دلوقتي. قال لي معايا. اتفضل 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 يا كريم. اتفضل يا حبيبتي. اتفضلي انت عايزه تلونج. انت هتكشفي الاول ولا هو؟ انا عسل. لا هو سنان. هو انت وش؟ اوكي. دي طب ارتاحي اتفضلي. ايه ده يا كريم ده؟ انت عملت لي فلو. عملت لك فولو مظبوط صح كده؟ عملت لك فولو على الانستجرام. انت عندك صفحه فيها فاشن وكده صح؟ دي هايله. انا بجد مبسوطه منها جدا. جات لك الفكره ازاي انك انت تعمل الصفحه دي على الانستجرام؟ دي عندها فولورز كتير. ماركات وبنزل فيها شغل برفانات وفيجوال وساعات. تحفه تحفه. حاجات نضارات. انت نسيتني مش فاكرني اصلا؟ انا فاكرك قد ايه. فاكرك والله العظيم. ازاي انت عامل لي فولو باك؟ امال ازاي اول ما شفتني انا ارتبكت بس انا داخل بس والله. عندك بقى بنات كتير. ده موضوع تاني. لا لا. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. رنا بصي انت وشك بس محتاج يعني ايه؟ انت هتعملي كمان حاجات في مناخيرك كده يعني تغيري شويه ولا عايزه بس تعملي فايلر وتظبطي وشك؟ ماشي. عايزه بوانتي لو سمحتي. اسمك ايه؟ نسمه. نسمه؟ متجوزين؟ ايه ده بجد؟ بقى ايه متجوز؟ ايوه بتاع 6 سنين. انا تعبت. ليه؟ والله تعبت. افتكرت شكلك صغير جدا بس السلسوكه دي مكبراك. احلقها؟ لازم تحلقها. بس انت ما اتغيرتش عن زمان كتير. ما عملت الاكونت يعني نفس الشكل بس انا حاسه ان الجواز برضو التكسوكه دي مكبراك قوي. هو انا لسه ما جايب عليه سنه بالظبط. سنه ولا اكتر؟ انا متخيل ان انا سالتك مره من قبل 6 سنين قلت لي انك مش متجوز. فانا عشان كده مش ايوه من 6 سنين. ما انت كده بقى كنت بتلغيني. انت كده عايز تمام. لا انا فاهم ان حوالي لا من حوالي 4 سنين مثلا. لا بس من غير التكسوكه. من غير الدوكس كنت احلى بكتير والله. لا هشيلها لك. اوكي. لا الجواز بيوحش بقى كده والتكسوكه دي بتوحش. لا لازم اشيل لك السكسوكه دي بقى واظبط لك سنانك دي. نامي خلاص ارتاحي بقى. الورده انزلي كده ارتاحي وارتاحي. بليز. لا بس ايه انا يعني افتكرتك هتتجوز يعني شكلك صغير على الجواز. انا فاكر خالص انك مش متجوز. طب ليه قلت لي كده؟ انت بتكذب ليه؟ انت بتكذب على كل الناس ولا عليا؟ لا بيجيب رجليهم بس. بيجيب رجليهم يعني مش انا بس بقى اللي بتضحك عليا. كتير. خليكي معاك خير. وسايبه على كده؟ ايه؟ وسايبه نفسك تتخني كده؟ انا افتكرتك حامل. لا. طب يعني انت اسمك ايه؟ نسمه. شبه حد كنت اعرفه زمان ايام الجامعه. كانت بنت بتاعت مشاكل صراحه. طب هتكوني زيها. انت من مشاكل؟ لا يلا يلا. بصي انا هعمل لك دلوقتي حاجه كده قبل ما نبتدي الفلر والجلسات الباقيه عشان نعمل لك النضاره. اللي هي دي. اتفضلي يا رنا. خلاص يا حبيبتي مش تاني. بصي البلازما ما تتحركيش عشان انت وشك واضح ان بيلتهب. افرجي وشك خالص. انت مكشره كده ليه؟ وانت على طول مكشره كده. انت بتستحمل تكشيرتها دي ازاي؟ مكشره على طول. شكلك عصبيه. هو ده اللي مبوظ لك وشك. انت برج ايه؟ جوزاء. الله. بصي بقى الكوز مع العذراء من الاخر. يعني شغل. لا بقول لك ايه بقى. انت تقومي وهو انا اعمل له وشه. شكلك كده ما بتحكيش. هو ما بيحكيش. وانت بتعرفي لوحدك؟ ربنا هو بيبعت لي حاجه. لا بقول لك ايه ده نمت. لا وبعدين مناخيرك مليانه بذور. بذور سودا دي ولا ايه؟ لا محتاجين برضو نشتغل عليها دي كويس. عشان ايه؟ لا بس انا عايزه اشتغل في وشك كتير. عايزه اشيل لك السكسوكه دي مضايقاني. او ايه العلامه اللي في وشك دي؟ نعمل لها ترميم. واحمه. لا غمضي غمضي خالص بقى عشان اعمل لك مساج. طيب يا رنا. لا بصي انا دلوقتي هنخلي البخار شويه عشان البذور السوداء دي لازم تطلع كلها. تعالي يا حبيبتي شيلي لك جوانتي ده من هنا. شوفي مين الاول. طب افتحي الباب الاول. والله وحشني يا كريم بجد. لا وبعدين في حاسه ان في عضلات. انت بتلعب جيم ولا ايه؟ لسه بتحب الموضوع ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ في ايه؟ شبكة شاوليه يا مثل ما شوهتيني. انا لازم بس خليكي زي ما انت. لا شو خليكي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ مالها دي؟ عامله فيها ايه؟ انت ايه ده؟ ايه ده مالها دي؟ شو؟ انت
انتي انتي اكيد مجنونه من ما تخافيش ليه شغلني فيكي او ماي جاد ليه شوحتني شوحتني هاي المجنونه ليه عشان بس بس مفيش اي حاجه دي اكيد مدقوقه علينا هيدي هيدي ما انا مرق هيدي ما انا دكتوره سوري يا كريمه هيدي شوي كان بيعمل كانسر بيعمل كانسر ولا بيعمل كانسر بيعمل سرطان جلد لا ما بتقولي لا مفيش حاجه انا حبيبتي مفيش حاجه انا يا حبيبتي تعالي تعالي اللي انت بعمل انا هروح على البوليس انت بتروح بتشهد معايا ايه يا فندم رحت تشهد معايا ليه شربت بوشي بس النضاره والله العظيم في حاجه اي نضاره يا حق انت واحده مشغوله اي نضاره هو زاد ايه كريم قول لها حاجه تعالي تعالي بس عارف ان هي لا 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 لحظه 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 دي مجنونه دي اكيد مدقوعه عليك مجنونه انت مدقوعه يا حبيبتي لا لا لحظه شويه اخبرك شيء عم تفهمي ولا لا انت بتروح تشهد معي ولا لا والله ما انا شغاله في وشي تعال بدي اخبرك شيء بس انت اول شيء شكلك جنتلمان ورجال وبتفهم مش مثلهم زيحي مش معقول مثلهم انا بتعرفها الست دي بدي اروح بدي اروح عند هيدا البوليس ما بعرف شو بتسموه بوليس ايه انت اللي جبتي لمين وبدي اعمل هيدا فيها انت مجنونه انا ممكن هديها بره تعملي في مين يا ماما انت شرب انت بتقولي منيمتيها بدك تمرضيها لا اشتغلت قعدت في 20 واحده يا ماما حبيبتي حبيبتي تعالي الكلام ده تعمليه عندك في لبنان ده عشره عمر ده وعارفني ده حبيبي بتاع زمان ده جايبي مرته لتسحبي جايبي مرته لتسحبي طب اعطيني رقم تليفونك والله ما في رقم تليفونك اعطيني رقم تليفونك بدي اروح عند البوليس بدي تشهد معي تعملي قاعده على الفيسبوك دي مجنونه دي جايه لي من بلوك لانك عشان تعمل مشكله انا عارفه اتفضلي ويت 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 هيدي هاي خطفت الرجاله هيك بتسموه انتم لا والنبي دفع عني كريم مالها دي مجنونه ولا ايه لا ده على فكره ممكن يضربك على فكره بيلعب جنب سبيلي سبيلي كمان اسبي لي مين اسبي لي سمحتي اسحبي لي سبيلي طب انا هعمل شيء خلاص كيف هون على البوليس والله والله خلاص انا هيدي خطفت الرجاله على الفيسبوك لا تشهد معي اوكي ارتاحي انا انيتا اوكي كوكي على نفسك يا حبيبتي انت ايه ده يا كريم ده انا هتتسكر الكلينيك تبعي هو ايه تعمل لها ايه انا مش عارفه انت بتفضل لحد امتى تلعب بديله كده يعني اكيد تعرفها ما اعرفهاش والله ارتاحي كان معايا وهو وهو كله افتكرت هو اللي عاكسها لا والله انا مش اهم حاجه والله ما في حاجه ابدا اقسم بالله ابدا ما فيش اي حاجه افتكرتي بالله بس معقوله انا ما فيش حاجه على فكره انت عارفه كده يا كريم خلاص انا هقعد مش هشتغل طب خلاص خلاص طب شوفيها طيب شوفيها طب ايه وشي اللون طب اقعدي 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 يمكن يروح وشك اقعدي والله حرام والله حرام البنت دي لازم انا اشوف حل معاها تعملي مشاكل في العياده كده مش هعمل حاجه طب عادي مش معقول شويه بقى اخف ايه انا عملت لك ايه ما تطلعت على من 4 سنين يا ستي ده شغل لولا انت بتعملين ولا يشوف يشوف وانا امسح وشه يلا نمشي شوفي المكان ده بيتمسح ده على فكره يا بنت ايه اللي انت بتعمليه ده عادي عادي طب عادي والله ما هقعد طب عادي طيب بحلب والله ما هقعد عادي ولا ما لا خلاص مد ايدك ما خلاص فيك ايه ما تقعدي خلاص طب عادي لا عادي لا انا خد طيب اوعى طب عادي اقعدي بعيد بقى اقعدي عشان الدكتور ما تزعلش مننا اقعدي ايه يا كريم ايه يا كريم يعني خلاص يلا نمشي خلاص يلا نمشي يلا نمشي كريم متفوش استنى استنى لا اقعد اقعد بس حلمي هقول لك استنى يلا نمشي اقعدي ثواني عشان خاطر ما تقعدي لا يلا نمشي نفس رقم تليفونك نفس رقم تليفونك لا استنى لازم اشوف ده انا عايزه اعمل لك حاجات كتير هنا لا اقعد ارتاح ارتاح ليه ليه بس يلا ليه ايه ده في ايه يلا كريم ايه ده يا كريم معقول لا والله ما انت ماشي والله ما انت ماشي ست ثواني بقى ايه يلا انت خايف منها يا كريم ولا ايه ده انت ايه يلا طب تعالى كده لو ما طلعتش انا همشي على فكره قول لها ان انت حقنا حبيبتك الاولانيه خد طيب خد يا عيب حبيبته يبقى انت عامل لي حاجه غلط بس هو كده هي بتتكلم صح يا سلام والله 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 هي بتتكلم صح تقولي اي كلام زيها لا لا طب انا عامله فيك طيب خلاص يلا كريم لو سمحت تعالى ده ايه ده انا عامله فيها وعامله فيكي وروني هتعملوا ايه كريم لو سمحت ما تتحركش طب اعملي وشك خلاص اعملي وشك اوكي اتفضلي امشي خلاص براحتك تعالى يا كريم اقعد انا هعمل لك بتلف على الرجاله مين الدكتوره يلا بس انت عايزه تجيبينا هنا الباب فين الباب فين عشان ما تفتحش الدنيا هنا طب ثواني الباب فين هتعملي ايه يعني انت مجنونه ولا ايه ده مع السلامه